كريستوفر ريف نجم شاب يشتهر بوسامته وبقامته الطويلة وجسده المثالي وملامحه الجميلة، وقد برز وسطع نجمه حول العالم حينما قدم شخصية الخارقة سوبرمان، وقد أصبح في نظر الناس مثالا للقوة والوسامة، فأصبح محط إعجاب الجميع كأحد أوسم الوجوه في العالم قبل أن تتحول قصته إلى قصة حزينة أصبحت حديث العالم وقتها. في عز توجهه كنجم عالمي، جذبت انتباه كريس فتاة جميلة تدعى دانا أثناء حضوره عرضا مسرحي، حيث كانت تعمل كمغنية وممثلة مغمورة. برغم وسامة كريس وثرائه، رفضت دانا الخروج معه، ظنت أنه يريد التسلية واللعب بمشاعرها ليس أكثر، ولكنها سرعان ما رضخت أمام إصرار كريس وعناده. توعد ثنائي لعدة شهور، اكتشفت خلالها أن كريس لم يكن ذلك الشاب اللعوب الذي كانت تظنه. طلب كريس من دانا أن تتزوجه وتقضي معه بقية حياته، وبالفعل تزوج الثنائي وأقسموا أن يبقوا معا حتى الموت، الذي أخذت وسائل الإعلام تطارده وتنشر أخباره باعتباره الثنائي الأشهر حينئذ. كان الزوجان سعيدان للغاية، أحب الزوجان الخيل، وكان كريس يهوى ركوبها حتى أصبح فارسا محترف وبدأ يشارك في سباقات الخيل. وفي عام 1995 أثناء مشاركته بأحد المسابقات التي أقيمت في كولبيبر فيرجينيا، رفض حصانه إسترن إكسبريس القفز فوق الحاجز الحديدي ورمى به أرضا أمام أعين زوجته التي كانت تشاهد العرض بذهول. أصيب عموده الفقري بشكل بالغ ما أدى إلى إصابته بشلل رباعي ولن يتمكن من الحركة مجددا، يمكنه الحديث فقط لكنه يحتاج إلى أجهزة لمساعدته على التنفس بشكل أفضل للبقاء على قيد الحياة. أصابه إحباط شديد لدرجة محاولته الانتحار أكثر من مرة، فقد شعر أن وجوده يصعب حياة كل المتواجدين حوله، فقرر الانفصال عن زوجته وإنهاء حياتها سريعا. طلب كريس من الأطباء إنهاء حياته بأسرع الطرق الممكنة وتخليصه من عذابه، لكنه تراجع عن قراره أمام توسلات زوجته دانا التي طلبت منه أن يبقى إلى جانبها لمدة عامين إضافيين فقط، وبعدها يمكنه تنفيذ قراره. رضخ كريس أمام دموع زوجته المحبة التي رفضت أن تتخلى عنه لحظة واحدة وظلت بجانبه حتى فقد كل شيء، مرددة دائما: أنت ما زلت زوجي ولا زلت أحبك مهما حدث. كانت دانا تقطع مسافة 3 ساعات يوميا حتى تصل للمشفى الذي يقوم بجلسات علاج طبيعي لزوجها، كما تعلمت التمريض والتدليك الطبي للعناية به، وتحرص على مواعيد العقاقير والجرعات المحددة، حتى وصفتها الصحافة بالمرأة الخارقة والزوجة المخلصة التي اختارت أن ترعى زوجها بدلا من المضي قدما في مسيرتها المهنية. إلا أنها لم تعبأ بتلك الألقاب مبررة ذلك بأن واجبها تجاه الرجل الذي أحبته. لم يتوقع الأطباء له وقتها أن يعيش، ولكنه صارع المرض أكثر من 9 سنوات، وفي عام 2002 صرح بأنه يستطيع تحريك أصابعه ويستطيع أن يشعر ب 65% من جسده، كما قال إنه بدأ يميز الساخن من البارد. كتب ريف كتابا بعنوان لا شيء مستحيل، أفكار حول حياة جديدة، موضحا أن فرصه في النجاة من عملية لإعادة وصل رأسه بالعمود الفقري كانت 50% في أفضل الأحوال. وروى أيضا في الكتاب كيف أن حبه لزوجته أقنعه بعدم الانتحار، وكتب سيرته الذاتية ما زلت أنا، وحقق الكتاب مبيعات ضخمة. تغيرت حياته للأفضل بمساندة زوجته وأبنائه 3، أصبح متمسكا بالأمل وبالحياة. أسس مع زوجته دانا مؤسسة كريستوفر لعلاج إصابات الحبل الشوكي والعمود الفقري، وقد وصل المركز لنتائج مبشرة في علاج هذه الإصابات الخطيرة، ولكن القدر لم يمهل ريف للاستفادة من نتائج هذه الأبحاث. توفي كريستوفر ريف عام 2004 بعدما ساءت صحته لدرجة كبيرة أثناء علاجه من بعض الالتهابات والقرح، وتفاقمت حالته بشدة. حزنت دانا بشدة لفقدان زوجها العزيز، وشكرت ملايين المعجبين من شتى أنحاء العالم الذين أحبوا زوجها ووقفوا إلى جانبه طوال الأعوام التي أصبح مشلولا فيها ولا يحرك غير إصبع واحد في يده اليسرى. كان من أقوى أحلامه الوقوف في عيد ميلاده 50 في عام 2002، ومن أشهر أقواله: لتكون قادرا على الشعور بأخف لمسة هي حقا هدية عظيمة.
رفضت دانا الدخول في أي علاقة عاطفية بعد وفاة زوجها، وأخذت على عاتقها استمرار العمل بمؤسستهما الخيرية. أصيبت دانا بسرطان الرئة بعد وفاة زوجها بعام واحد، حتى لحقت به في العام التالي لتتوفى بعده فقط بعامين في عام 2006 عن عمر يناهز 44 عاما فقط. توفي كريس ريف وزوجته دانا، إلا أن مؤسستهما الخيرية لا زالت تعالج آلاف المرضى حتى اليوم.